هل بنقدر نعبر عن رأينا بحرية بالسوشيال ميديا؟ بحسب البحث الأخير لمركز حملة تبين إنه غالبية الشباب والصبايا عنا بالقدس بيشعروا إنهم مراقبين عبر الإنترنت من الأهل ومن المجتمع ومن الغرباء ومن الجهات الإسرائيلية. الغالبية ما بيشعروا براحة وأمان على الشبكة. بدون شك الملاحقات والاعتقالات بسبب منشور أو تعقيب زادت من مخاوف الشباب في التعبير عن رأيهم على السوشيال ميديا، لدرجة أنه تقريباً 90% قرروا أنه ما يشاركوا بمواضيع سياسية على الشبكة وما يعبروا عن رأيهم. التعبير عن الرأي حق لنا، ضروري نلاقي الطرق اللي فيها نطرح معاناتنا وقضايانا وأفكارنا. صحيح، ومهم كمان نكون فاهمين أنه التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت هو امتداد للواقع، هو مش عالم افتراضي ولا عالم موازي، هو نفس الواقع. عشان هيك مهم نكون مستخدمين أذكياء لشبكة الإنترنت، نكون عارفين إنه الشبكة مراقبة وكل إشي بننشره فيها بضل محفوظ، ومهم ما نتسرع نفكر بشو نكتب ونكون عارفين مع مين عم نحكي ونعرف بأي معلومات نشارك فيها. مش ضروري نحكي مع الكل ولا نشارك بكل إشي، مهم نعرف كيف نحمي حالنا ونحافظ على خصوصيتنا. هاي مسؤوليتنا.